هما الهمبرغيسات ديالنا وجدوا معانا عجبتهم الفران. شكونين غادي نرافقهم مع مسحه وطاطس. ودابا غادي ندير معكم هاد لي بودين ديال دانون تشيا اللي رائع جدا جدا، يا اما للفطور او للعشاء. غادي نشارك معكم واحد السويفه كنديرها مره مره، ولكن هذه كناكلها غير انا وبنيته ديالي. علاش؟ لان كندير فيها كنديرها بالمرق ديال اللحم او ديال الدجاج. هذه مرق ديال اللحم، درتها بالبوير وهذا كنحيد اللحم والخضر اللي كناكل. من بعد كنحتفظ على الكالدو كي كنقولوا حنايا المريقه ما كنلوحهاش، كنخبعها وكنعاود نطيب فيها خضيره باش ندير بها صوبه. دونك غادي ندير اليوم صوبه ديال البروكولي والشيفرون. ها هو عندي هنا كونجولي. غادي ندير واحد نص بصله ديال زويته بلديه، يلا جيت من الرياضة البنات راني غادي ندير لكم. ندير شويه الملحه، شويه المليحه. ملحه انا اللي كنستعمل طبيعه الحال دائما سال الرساله هيمالايا. غادي ندير شويه بزاف لان المريقه ما نكثروش، لان المريقه ديجا فيها شويه ديال العطريه. وسكينجبير غير بزاف وسكينجبير من شلالي. عندي هنا الكرافس، انا الكرافس كنشري ربطه كبيره وكنطحنها، كندير لها شويه زويته بلديه وكنحتفظ فيها بفقريعات ديال الزر صغيورين. تنبدا نجبد غير اللي كنحتاج، كيصبر لي بهذه الطريقه ما كيضيعش دغيا، وكنستغلو في الصوبات. الكرافس راه انتي انفلاماتوار، انتي انفلاماتوريو، انتي انفلاماتوار ومهدئ للاعصاب كذلك، كيهبط النيفال ديال الكورتيزول. وبلا الفوائد الاخرى لي فيتامين لي سيل مينيرو اي تي سي اي تي سي اي تي سي. غادي ندير انا الخضيره كامله في مره، غادي ندير هذه الكميه كامله لان بغيتها تبقى ليا. صافي غادي نخليه يتشحر شويه، من بعد نزيدو المرق ديالنا ونخليوه يطيب. على ما يتشحر لينا هذا غادي نشارك معكم الحنجره شريتهم من ميركادونا. مشيت كما كتشوفوا، مشيت صراحه مشيت لواحد الحانوت غير باش نشري هاد لا بلونط. هادي غادي نغرسها برا، عشقتها زوينه غزاله كتصبر. وشريت شي حوايج خاصيني وبغيت نشارك معكم هاد جوج كريمات اللي خديت غادي نجربهم هاد الشهر ونقول لكم الراي ديالي فيهم صراحه. هادو خاصين الناس اللي عندهم المنطاد في الوجه. هذا سيروم، هانتوما سيروم دي سبيغمنتانتي انتي مانتاج، كيحيد المنطاد من الوجه. نوريكم لومبالاج ديالو كي داير. هذا سيروم عباره عن بحال زيوت كيجي على هذا الشكل، هانتوما انيق زوين لومبالاج ديالو عجبني وكيجي على هذا الشكل. نهزو نديرو قطرات نديرو في الوجه ديالنا. هذا نقدو نديرو في الصباح، انا غادي نستعملو في الصباح في الوجه ديالي من بعد ما يكون الوجه منظف ومغسول. نديرو سيروم ونتبعلو هاد لاكريم اللي هي بطبيعه الحال بروتيكتوره فيها الاس بي اف 50 وحتى هي تريتمون انتي مانتاج. نوريكم كي كتجي على هذا الشكل. ها لومبالاج ديالها، لومبالاج ديالها زوين الصراحه، وكتجي الدوسيفيكادور. انا كيعجبوني لي برودوي ديال ليجيان
يكونوا بالدوسيفيكادور هكا كنحافظوا عليهم ما كيتوكسيداوش. دونك والطمانيو 50 ملل كميه كبيره. دونك غادي نجربوا نشوف، لان عندي واحد عندي في الوجه ديالي من التحت دي بتيت طاش اللي ما بغاوش يتحيدوا. دونك غادي نجرب هاد لي برودوي ونقول لكم. وخديت دي سيروم ديال الشعر كنستعملهم انا وبنتي، هذا 97% 97% ناتورال هانتوما هي بالزيوت، هذا راه تكونوا كتعرفوا في ناتورال، وهذا كيهيدراتي حتى هو، هذا بحال خال بحال كومبلكس، كيصلح لاي نوع من الشعر، ماشي ضروري يكون فريزي ولا يكون رطب ولا يكون خفيف ولا مدم، يصلح لاي تيب ديال الشعر. بجوج بهم هادو زوينين نديروهم في الروتين ديالنا ديال الشعر. بين قوسين كنت بغيت نوريه لكم ونشاركو معاكم. دابا ها هي الخضيرة ديالنا تشحرات، روي حد الكرافس. هادي صويبة زوينة معتمدة عندي، بعض المرات كنديرها ما كنديرش فيها هاد المرق ديال اللحم، ولكن اليوم غادي ندير فيها مرق اللحم ومن بعد نزيدو فيها مسائل اخرى. دونك غادي ندير هنايا في هاد المرقه غادي يطيب، لان البروكولي والشيفرون دغيا كيطيبوا، والبصله اللي عندكم الكويرو ديروا الكويرو، انا تقضى ليا الكويرو. دونك غادي نخليه يطيب هاد المري صافي. دابا من بعد ما طابت ندوزو للمرحله الثانيه، غادي نزيد ثلاثه ديال الفرماجات. هذا حليب الكوك، غادي ندير هاد الكميه حليب الكوك اللي كيتباع في اللاطة ديال القطيمة. وغادي ندير هادي غوما سانتان غير فيبره، بحال المايزينا كتجمع لنا الصوبه وكتخليها لنا، ما كتجيش ليكيد الصوبه. غادي ندير غير شويه هانتوما، غادي ندير غير شويه. هذا هو السر في الصوبات، فاش كنديروا له حليب الكوك والفرماجات كيجي كتطلع صوبه رائعه جدا وصحيه متكامله. في هذا الشتاء كتجي رائعه، اكومبانيوها مع همبرغيسان، اكومبانيوها مع كفيته، مع دي سوسيس، مع اللي بغينا. صغار ديال السالمون، كنديرهم بالسالمون. انا السالمون طري ما كيعجبنيش الريحه ديالو مجهده، ولكن بما ان السالمون مفيد جدا للاورغانيزم ديالنا، غني على التعريف بالاوميغا 3 ديالو والبي 12 ولا بروتين 100%، دونك ضروري نزيدوه في الاكل ديالنا. تقدروا ديروا الثوم، تقدروا ديروا اي نوع من الحوت بغيتو، انا بغيت ندير السالمون نرافقه مع الصويبه اللي وجدنا دابا. دونك غادي نحتاج السالمون، غادي نحتاج هنا قريعه حمراء حتى هي غنيه على الفوائد ديالها بالكالسيوم والفيتامين جو كوا الزينك والصوديوم والمينيرو، حتى هي غنيه كتصلح للانتي انفلاماتوار للانتستان والكونستيباسيون استرينيمينتو، دونك عندها فوائد عديده. غندير شويه ديال القزبور، غادي ندير ثلاثه ديال البيضات، ندير جوج ونزيد وحده على حسب. العطريه غادي ندير شويه صلصه صوجا، غادي ندير هاد العطريه اورينتال كتعجبني بزاف هاد الخلطه، شويه شاونيه البزار، شويه د البيكون، كمون ومليحه، هادشي اللي غادي نديرو فيه. و ما ننساوش واحد المعلقه حتى لجوج ديال طحين الكوك.
في النظام الكيتو ما نقدوش نديرو الطحين، دونك غادي ندير انا طحين الكوك او طحين اللوز اللي بغيتو نتوما. الا ما كتبعوش نظام الكيتو تقدروا ديروا طحين الابيض. السالمون الناتورال ماشي في الزيت غير في الماء، نصفيوه من الماء هو الاول وعاد نزيدو الماء. دونك غادي نخليوه يرتاح واحد 5 دقائق على ما نوجدو الصينيه فين غادي نديرو الكويرات باش نديوهم للفرن. الكاسات ديالنا وجدوا معانا، عجبتهم الفران سخونين. دونك غادي نقدمهم، انا درت هنايا شويه ديال المايونيز وغادي نزيدو. غادي نرافقهم مع مسقه وطابي. ديالنا ها هي، نديرو لها شويه ديال زريعه مقرعه، راه صحيه بزاف هذه الناتورال ما فيها والو. نرافقوها مع السويطه ديالنا، وهالاكل ديالنا صحي متكامل 100%. وجبه رئيسيه الصوبه ديالنا بالبروكولي اللي وجدنا دابا عاد، والامبورغيساس ديال سالمون مسواكاتي، هذه اكله كيتو 100%. هانتوما تجي طرية معانا غزالة وغنية بالفيتامينات الأوميغا 3 البروتين جميع الحميات، ماشي غير الكيتو. الكيتو راه 100% وجميع الحميات، أكل صحي ومتكامل. أنا بعدا كيعجبني أن بون غوبا. دابا ندوزو لوجبة الإفطار أولا الفطور، وجبة رئيسية بين قوسين، لانني انا نقصت وجبه الفطور ما كنفطرهاش. هذا الفطور اللي غادي نوجد معكم كنديرو العشاء، وليت كنتعشى به، لان فاش كنديرو الصيام المتقطع في نظام الكيتو كنبداو ثلاث وجبات، ولكن مع المده ما كيبداش كيجينا الجوع، كننقزو الوجبتين. والناس اللي واصله كاع الوجبه واحده هي افضل، لان باش نخليو لو كور ديالنا يستريح شويه ويهضم كاع الخزين اللي فيه. دونك غادي ندير هذا الفطور كيتوني. شنو كندير فيه؟ كنت درتو معكم في القناه ديالي شحال هذه، ولكن دخلت عليه تحسينات وغادي نديرو معكم مره اخرى، لان كيجي رائع 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 متكامل. دونك كنستعمل هذا الدانون ديال البروتين، راه متواجد في تقريبا في كاع السوبرفيسي، في كارفور، في
في ميركادونا في ليدل فين ما بغيتو كاين، ولكن كاين باشكال اخرى. انا كناخذ هذا لان حجم كبير وكنخلطو مع الباستوريت هذا او لا الكفير. هذا الكفير راه صحي مزيان المصارن وهذا يعني صحي. كنستعمل هادو ونسبه الكرب هابطه فيهم في 100 غرام 3.8 بالي. دونك غادي نستعمل هذا مع هذا كنخلطهم. الفواكه اللي كنستعمل بطبيعه الحال في نظام الكيتو اللي كتكون باخو انديسي غلوسيميك يعني ناقصه في نسبه السكر، كنستعمل الفريز والفرامبواز ولا كيعجبني الفرامبواز زوين اكثر من البلوبيري. الا بغيتو البلوبيري الفاكهه اللي بغيتو اللي حبيتو. انا كندير هذه الفرامبواز هذه كنشريها كونجولي ما كنلقاهاش دائما طريه والسعر ديالها غالي شويه طريه، دونك كنفضل كونجولي كتجي الكميه كبيره. كنحتاج الجنجلان والشيا وزريعة القرعه والكولاجين. كنحتاج الاناءات ديال الزاج، هادو عندي ديال يوغورتيرا ديال الماكينه ديال دانون، دونك الحجم غزال الكافي ليا كيخليني يعني كومبليت مزيانه. اولا اي نوع من الاناء عندكم، عندي هادو حتى هما ديال الزاج، عندي هادو حتى هما ديال الزاج، ولكن هادو غادي نديرهم للبنيته ديالي والزوج ديالي كنزيد فيهم لا الشوفان او لا لافوان. دونك هذا حجم كبير بالنسبه ليا. وفاش كنقسمو في النص كنزيد لا بروتين كيتو اللي فيها الام سي تي اويل. دونك ها نتوما معايا تشوفوا الطريقه التحضير كي كنديرها، كيجيو رائعين الفطور. كما قلت لكم انا ما بقيتش كنفطرهم، كنردهم للعشاء. العائله ديالي كنديروا اليوغور غرييغو ناتورال ما فيهش سكر، وكندير نفس كلشي نفس الطريقه، كنزيد لهم الشوفان. من بعد الا بغاو يزيدوا شي نوع اخر ديال الفروتا بحال التفاح البنان لينغاس بابايا حتى هي مزيانه كيزيدوها. Thank you.
على نهاية ديالو. شاركت معكم يوم كامل من نظام الكيتو، شنو كنقدو ناكلو، اقتراحات وافكار، شاركوها مع بعضياتنا. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، اذا عجبكم شاركوه مع الاصدقاء والاحباب وبارطاجيوه وشيروا لو بلايك وضغطوا على هذا الجرس اللي كيبان لكم هنايا. ونخليكم في امان الله. شكرا للناس القديمه والناس الجديده، شكرا جزيلا على المشاهده الكامله وعلى اللايكات اللي كتسووا، الملاحظات اللي كتخليو لنا. نخليكم في امان الله، مع السلامه. الى فيديو قادم ان شاء الله. في الفيديو القادم نتمنى نشارك معكم الخبز الكيتو ديالي بطريقه رائعه، كيجي بحال خبز التوست. يلا مع السلامه.